فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شعب الإيمان، ما زلنا في باب المرابطة في سبيل الله. سنجعل الصحيح البخاري بعد الظهر إن شاء الله. من مات مرابطا في سبيل الله من أمنه الله من فتنة القبر، وإن صلاة المرابط تعدل 100 صلاة. هذا كله أخذناه. نقف عند حديث الخير لثلاثة رجل، رجل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي أجر فرجل ربطها في سبيل الله تعالى فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها. هذا أيضا أخذناه. الحديث هنا الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، والخيل ثلاثة: خيل أجر ووزر وخيل ستر. فأما خيل الستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس ظهورها. طيب عشان الصلاة، أنا كده في الصلاة ما أستطيع، لابد أن أنا أنزل بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل ما علينا بعد الصلاة. وقلنا بأن هنا الآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي الأجر فرجل ربطها في سبيل الله تعالى فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج، نعم عليكم السلام وكاتب، أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفا أو شرفين كانت أثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونوءا لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعاد الحديث الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير ثلاثة: خير أجر وخير وزر وخير ستر كما قال. وقال: أما الستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس ظهورها وبطونها في عسره ويسره. وأما خيل الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها، ولا تعد في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه. أما خيل الوز فمن ارتبطها تبذغا على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان وزرا عليه. وهذا ختام الباب بقول الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وهذه فيها دلالة أن الجهاد ماض إلى يوم الدين، وهذه فيها دلالة على أن الجهاد ماض إلى يوم الدين. والجهاد كما تعلمون هو ذروة سلام الإسلام، الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، والإسلام رايته مرفوعة خفاقة عالية إلى يوم الدين، حتى ولو ضعفت في أوقات لكنها لا تضيع. أراد معك طالبة العلم، أحسن الله إليك، رفع الله مقام، أمين أمين، حفظك ربي أنانيس، جزاك الله خير، رضي الله عنك ونفع الله بك، أمين. طبعا أنا مرهون علي اعتذار سأقوله، بس لما يجتمع الإخوة إن شاء الله أقوله علنا أيضا في هذا الباب. حق علي من راجعني في خطأ، لا بد أن أنا أرجع، فإن شاء الله سأقوله بإذن الله عندما يجتمع الإخوة في هذا الباب. ما فاتت حديث هو مع نفس المعنى أم الأبرار.
قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبع وري وروث وبول في ميزانه يوم القيامة. وحديث عمر بن الخطاب: أن لا يجاوركم خنزير ولا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا مائدة يشرب عليها الخمر، وأدبوا الخيل وامسوا بين الفرضين. معاذ رضي الله عنك حبيبي. وكان عقبة بن عامر الجهني يخرج كل يوم ويستبعه، فكان كاد أن يمل، فقال: ألم أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته، والخير الذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وقال: ارموا واركبوا فإن ترموا خير من أن تركبوا. وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم باطل، يعني لا أجر فيه، ممكن هو مباح لكن لا أجر فيه، إلا 3: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله. كل ذلك له في ذلك الأجر، لقوله: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. أرضاك يا أبا مصعب، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب مسائل من هذه المسائل، وهي أن الرمي تفسير من النساء من النبي صلى الله عليه وسلم للآيات في قوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: ألا إن القوة الرمي؟ ألا إن القوة الرمي. وقال: يدخل الجنة في السهم 3: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، لأنه يعني ما صنعه إلا نصرة الدين محمد رضي الله عنك حبيبي، جزاك الله خير محمود. وأيضا الذي يجهزه ليرمى في سبيل الله رضي الله عنك يا شيخ، ليرمى في سبيل الله. وقال: ارموا واركبوا. فالذي يجهزه أيضا، والذي يرمي به، الثلاثتهم يشتركون في الأجر يدخلون الجنة. ولذلك أمر، قال: ارموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا، لأن في الرمي سرعة القتل. وفيها أيضا الرماة، تعلمون في غزوة أحد كان الغلبة كانت لأهل الإسلام عندما كانت الرماة على الجبل رضي الله عنكم، أحسن الله لكم صالح، نفع الله بكم جميعا الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. فالرماة عندما وقفوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بذلك، وقال: لو تخطفتنا الطير لا تبرح مكانه، لكن عندما عصى وقالوا الغنيمة الغنيمة حدث ما حدث. الغرض المقصود، ولذلك كان يأمر يقول: ارموا فإن أباكم كان رميا، فداكم أبي وأمي. وقال لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. لا، ما رأيت، آسف جدا والله ما رأيت. وقال: لا يجاوركم خنزير ولا يرفع فيكم صليب، لأن هذه البركة تمحى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: لا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر، وأدبوا الخيل وامسوا بين الفرضين. فإذا هو المسألة على تأديب الخيل، تأديب الفرس، وأيضا التدريب عليه. كان الشافعي يقول: كان يأخذ بأذن الفرس ويقفز على الخيل، فكان ماهرا جدا في ركوبه، وكان أمهر في الرمي. كان يقال يأتي بالعشرة من العشرة أو 9 من 10 في الرمي، كان راميا حقا. ولذلك رمى بسهم عظيم في جهاد السنان فأصاب إصابات عالية، لذلك الله جل وعلا أعلى ذكره إلى يوم الناس هذا. وأيضا في قول: من احتسب فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان يوم القيامة. ما من شيء يكون لهذا الفرس الذي فيه نصرة الدين إلا وله الأجر فيه. كذلك قد نقول، أعرف السبب الأول بقي، قد نقول بأنه بالسهم الواحد رضي الله عنك أترى، بالسهم الواحد ينظر في رميه بسهم العلم، يعني كاتبه، كاتب الدرس وسامعه وناشره والدال عليه، وأيضا الذي يعدل فيه أو يستدرك منه أو يستدرك عليه، كل ذلك يدخل فيه الأجر، كل ذلك. ولأن هذا سهم عظيم، سهم يرتقي إلى السماء، هذا السهم سهم يرتقي إلى السماء، هذا سهم يرتقي إلى السماء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الصدق وأهل نصرة الدين، ونكون ممن فعل ذلك رضا لله جل في علاه. نعم. الفوائد المستنبطة: الخيل 3،
من احتبسها في سبيل الله فهو أعظم الناس أجرا عند الله جل في علا. كان شبعه وريه وروثه كل ذلك حسنات. من حسن الجهاد حسن الأخذ بالأسباب، من حسن الجهاد في سبيل الله حسن الأخذ بالأسباب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.